وده اكيد برضو انت هتبقى انت بالنسبه لك شايف الموضوع اصعب شويه عشان انت الموضوع بالنسبه لك اطفال. اطفال وميجرز. ايوه بالظبط. احنا يعني انا طبعا طبعا ليله العمليات لازم تاني يوم الصبح صابح لازم اذاكر الليسته زي ما انت بتقول. يعني انا عندي مثلا عيان 2 3 5 ايا كان، لازم اذاكر كويس جدا العيان ده عنده ايه، محتاج ايه، هيتعمل ازاي. زي ما انت قلت، ضيف بقى على الكلام ده بالنسبه للاطفال، يمكن انت مش ما بتحتكش بده قوي، الطفل ده اوتيزم، الطفل ده ADHD. يعني ما هو ده انا هدخله جوه العمليات ازاي، او هتصرف معاه ازاي؟ ده انا ممكن اعمل له سايكولوجيكال تروما ما تروحش منه طول ده عمره، فعلا. ما ينفعش. وممكن تعمل سايكولوجيكال تروما للدكاتره اللي موجوده من كتر ما الواد بيعيط ويطلع بينا من العمليات. او يخرج لمامته، تبقى مامته مثلا هي اللي حصل لها سايكولوجيكال تروما. صح صح تمام. او في كمان بعد تاني كمان برضو، الكونجنيتال انوميليز، العيوب الخلقيه. يعني انا عندي طفل مثلا وعنده ميه بيضه وهينام بنج كلي، وهو نفس الطفل دوت عنده مجموعه عيوب خلقيه من ضمنها مثلا ان عنده ثقب في القلب. ده فعلا ده لازم دكتور التخدير بيتبلغ، والايكو بيتعمل، والفحوصات بتتعمل، لازم كل ده يبقى جاهز ومتجهز ومتذاكر، ودكتور التخدير عارف، والتيم بتاع العمليات عارفين هيتعاملوا ازاي مع الطفل. لازم طبعا كل ده يتجهز، يا الا انت عمليتك ملهاش لازمه لو ده اتعمل غلط. هو موضوع الاطفال فعلا محتاج تبقى بروفيشنال في كل بوينت عشان الموضوع سنسيتيف قوي. بالظبط. انا شايف الموضوع الاطفال ده مهم جدا جدا في طريقه التعامل، مختلف شويه حتى كمان عن الكبار ده في التعامل حقيقي فيه. فعلا، ده حقيقي فعلا، ده حقيقي.